تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. دي كانت كلمات السيد المسيح لوحدة من الشخصيات في الكتاب المقدس الأقرب لنفس وطريقة حياة ناس كتير مننا. دي كلمات السيد المسيح لنموذج النفس اللي بتعرف عن ربنا معرفة عقلية لكنها مشغولة عنه بطرق كتير. نموذج الناس اللي مننا اللي سمعوا عنه كتير لكنهم ما اختبروهوش كفاية. لنموذج المشتاقين لكن لسه تايهين. نموذج النفس دي، النفس اللي لما تتقابل مع شخص ربنا يسوع المسيح تتحرر وتتغير وتنطلق، ولما تسجد تسجد لله بالروح والحق. رحب بيكم في حالة تسبيح ثلاثة. مشوار التسبيح بدأناه بحالة تسبيح واحد اللي كنا بنحاول نتلمس فيها الطريق، ايه هو التسبيح بالنسبة لنا وازاي نتعلمه وازاي نعيشه. وكملنا في حالة تسبيح اثنين واختبرنا فكرة العشرة مع الله وازاي بتخلق تسبيح. احنا النهاردة متجمعين مع بعض عشان نطلب منه طلبة واحدة، انه يعلمنا انه نثبت عينينا عليه، نرفع عينينا على السماء، لانه اللي بيسجد لله بالروح والحق بيقف قصاد اي حاجة. نرحب بكل المسبحين اللي موجودين معانا النهارده في مسرح الأمبرويز. نرحب كمان بكل مشاهدي شاشة سيد سبعة وشاشة قناة الحرية اللي بيتابعونا على الهواء مباشرة. سيبكم دلوقتي مع التسبيح مع المرنمين ماريان سكندر، ماري جور ومايكل فايز، وفريق اللي بيقدم لنا الفن، فريق الموسيقي اللي بيقدم لنا الفن بطعم الأوبرا.
عشان كده بنطمن لما نصلي وده الدليل ربنا بيدبر حالنا بشكل ملوش مثيل. لو هنحل المشاكل بايدينا بس ده مستحيل، افكارنا اكيد محدوده ومحتاجه لتعديل، وعشان كده بنطمن لما نصلي وده الدليل ربنا بيدبر حالنا بشكل ملوش مثيل. يسوع دبر حياتي املك وقتي وساعاتي بدل بالفرحه تحميني من كل ضيق، ابعد عني المتاعب لو حتى انا ليها حادث عيني مش شايفه المصاعب اكشفها في الطريق. يسوع دبر حياتي املك وقتي وساعاتي بدل بالفرحه شايفة المصاعب تشفها في الطريق. يا رب احمي بلدنا حافظ على كل اخواتنا بارك دايما في بيتنا وعدي كل خوف سلمنا لك حياتنا ويا رب كله في ايدك ولا هيهمنا حاجة مهما تكون الظروف. يا رب احمي بلدنا حافظ على كل اخواتنا بارك دايما في بيتنا وعدي كل خوف سلمنا لك حياتنا ويا رب كله في ايدك ولا بين حاجة مهما تكون الظروف. يسوع دبر حياتي أملك وقتي وساعاتي بدل بالفرحة تحميني من كل ضيق، ابعد عني المتاعب لو حتى أنا ليها حادث عيني مش شايفة المصاعب اكشفها في الطريق. يسوع دبر حياتي أملك وقتي وساعاتي بدل بالفرحة
زي الفلاح اللي بيزرع لكن النعمة عليك بعمل قليل وعارف ان الكتير عليك زي الفلاح اللي بيزرع لكن النعمة عليك انا مطمن انا مطمن انك سهران عالزرعايا انت تكبر انت تأمن وصول السير للغاية انا مطمن انا مطمن انك سهران عالزرعايا انت تكبر انت تأمن وصول السير للغاية الشمس غابت وانا ماشي وضحكوا الناس عليا راح اكمل في الليل مشواري ما هي شمسك طالة فيا الشمس غابت وانا ماشي وضحكوا الناس عليا راح اكمل في الليل مشواري ما هي شمسك طالة فيا انا مطمن انا مطمن يا ناس الليل بأخره واذا كنت في ايد طب حنين كل الازمات يمر انا مطمن انا مطمن يا ناس الليل بأخره واذا كنت في ايد طب حنين كل الأزمات يمر الصعبة. في الظروف الصعبة وما فيش أكتر منها يعني أعتقد في حياتنا ضغط الظروف بيعمل جوا النفس حاجتين أو يطلع مننا نوعين من ردود الفعل ساعات رد فعل يخلي الواحد يبص على ظروفه وبعدين يرفع عينه للسماء ويفضل ماسك في السماء فيعدي الظروف وحتى في لغتنا العامة كده ساعات بنقول كلام عامي بس ليه معنى كبير انه ساعات نقول على حد معدي والحقيقة انه لو ركزنا فيها انه في ناس فعلا معدية الظروف ومعدية الناس ورأيهم وكلامهم معدية احداث كتير بيحصل احيانا انه رغم ضغط الظروف يبقى حد فينا معدي من الحتة دي
فوق الحتة دي. لكن نفس الشخص ممكن بضغط الظروف يسأل ويرتبك ويخاف. كنا زمان نفتكر أنه افتقاد ربنا ومحبته وقبوله أكتر للشخص المعدي، لكن الحقيقة أنه لا، ربنا واقف قوي وبقوة جنب المرتبك وجنب الخايف وجنب اللي مش شايفه، لأنه أمانته وعدله عايزة تعلن الحقيقة دي للاتنين، للي معدي الظروف اللي بنبص عليهم ونحسدهم ونقول لهم يا بختكوا عاملين كده ازاي في الظروف دي، وللمضغوطين والمطحونين تحت قسوة الظروف. ربنا بيهمس في ودنا احنا الاتنين، بيأكد ويفكر ويقول لنا انه وحده يستطيع. هنسبح دلوقتي مع بعض، انت وحدك تستطيع تيجي وتفيض بالسلام. تيجي وتفيد بالسلام.
سيدي وإلى صلاتي أميل أذني. اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أميل أذني. ارحمني بابي
هحكي لكم قصة. واحدة صاحبتي مسافرة طول الوقت وما بشوفهاش غير تقريبا مرة في السنة، فكل ما بتيجي زيارة بنقعد مع بعض قعدة طويلة وبنحكي كتير يعني. فكل مرة يعني بالصدفة لقيت نفسي بقول لها انتي حلويتي قوي، وهي طول الوقت كانت بتفتكر اني بقولها لها مجاملة، بس هي الحقيقة انه كل سنة كانت بتحلو قوي يعني السنة اللي قبلها. وكلنا بيحصل معانا اننا نشوف حد بقالنا كتير قوي ما شفناهوش، فلما نشوفه نقول له او نقول في نفسنا انت حلويت او انت حلويتي. الحقيقه انه في قاعده الهيه انه في ناس بتحلو، وانه طول العشره مع السيد المسيح بتخلينا وبتخلي الناس تبقى احلى. اكيد فهمني، انا مش بقصد ابدا انه ناس شكلها بيبقى احلى، لكن الحقيقة أنه لما بنتغير إلى تلك الصورة عينها الناس بتحلو. ودي قاعدة إلهية غير قابلة لأنها تتغير. مفيش حد بطول العشرة والقعدة مع شخص ربنا يسوع المسيح ما بيتغيرش للأحلى. القاعدة اللي ربنا قال فيها نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. اللي مشغولة نفكر فيه ونسبح بيه دلوقتي إنه خلونا ما نبقاش مشغولين قوي بإحنا هنبقى أحسن قد إيه وهنعمل إيه. في حاجات هي شغل الروح القدس، عملية التصوير الإلهي دي إنه نتصور نبقى شبهه، دي بتاعة الروح القدس. الدور اللي علينا هي واقفة شبه دي وهي جلسة شبه دي وهي مخدع انه نقعد قدامه وقت طويل عشان هو يعمل التغيير. ما بتجيش سوري يعني بالدراع. بولس الرسول كان طول الوقت يعني، او في ايه كلنا بنرددها، انه طول الوقت يقول لاولاده يا ابنائي الذين اتمخض بهم حتى يتصور المسيح فيهم. اشمعنى بولس الرسول هيفضل تعبان لحد ما تنطبع الصوره؟ لأنه بعد ما بتنطبع الصورة بيبقى الشغل سهل والشهادة واضحة وباينة في وشوش الناس، ما بنبذلش مجهود كبير بعدها. تعالوا نسبح مع ربنا ونقول له خلي جمالك ينطبع فيا.
لأننا مديونين، مديونين لكل مرة فتحت لينا أبوابها وقت ما كل باب اتقفل، مديونين لكل كلمة تعلمناها فيها وكل إيد اتمدت لنا بالمعرفة والحب، مديونين للمذبح والمنجلية، مديونين لدم الشهداء وريحة البخور اللي ملياها، مديونين بكل خير في حياتنا ليها.
هنسبح دلوقتي مع بعض يا كنيستنا يا مجيدة كل ما فيكي جميل.
دلوقتي هنسيبكم مع استراحة قصيرة لمدة 15 دقيقة. بالنسبة للحاضرين هتتابعوا أو هتشوفوا برا القاعة أو برا المسرح حالة فنية مختلفة كده. يعني الحقيقة دكتور جورج بشرة بيعمل لنا كوكتيل فني في كل حفلة، فالنهاردة كان الاختيار أنه يبقى فيه معرض للفن التشكيلي لفنانتين جمال وبيبتدوا انطلاقة حقيقية ليهم. عشان كده المعرض اللي هتشوفوه برا على السلالم اسمه انطلاقة، معرض للفن التشكيلي للفنانة سارة صابر والفنانة ساندي فايز. ليه على السلالم؟ سألنا السؤال ده، يعني ينفع معرض على السلالم؟ فكان رد فني برضو انه على السلالم لان احنا عايزين نشوف الفن في كل حتة وكل مكان، واحنا داخلين واحنا خارجين، وعايزين ذوقنا ورؤيتنا تتغير بالفن. بشجعكم انكم تشجعوهم وشاركوهم الحالة الفنية دي كمان. بالنسبة لمشاهدي قناة سات سبعة وقناة الحرية اللي بيتابعونا عبر الشاشات، الاستراحة مدتها 15 دقيقة. هنشوف في الاستراحة بروفات المرنمين والعازفين، وعايزة أقول لكم إن الناس دي بقالها شهور بتتدرب، وإنه عمل ربنا بيتعمل بأمانة أنا يعني بحسدهم عليها. هم عندهم قدر كبير من الأمانة، وكل واحد جاي هحكي لكم في الآخر بقى رغم الظروف. فهناخد استراحة 15 دقيقة بالضبط ونرجع نكمل حالة التسبيح. الحقيقة اتبسطت قوي ان في حاجة زي كده في مسرح الأنبر ويس، وان في حفلة زي كده تسبيح بس من غير اي فقرات تانية. دي حاجة كانت فكرة جديدة وجديدة كمان على الكنيسة الأرثوذكسية عامة، ويمكن التسبيح كان مهدور حقه شوية، لكن انا شايفة ان بدأ يطلع للنور اكتر يعني. فدي حاجة حلوة قوي شجعتني ان انا اشترك في حالة تلاتة. يعني انا حضرت حالة تسبيح واحد هنا في المسرح، وحالة تسبيح اتنين حضرتها على سات سيفن.
الحقيقة الاثنين كانوا أحسن من بعض، وكل مرة كانت الدنيا بتبقى أفضل، يعني حالة اثنين كمان كانت أفضل كمان من حالة واحد، بس الاثنين تعتبر الاثنين كويسين جدا. ترانيم كانت مختلفة، أداء مختلف، أوركسترا مختلفة، مزيكا مختلفة بطريقة محترفة كمان، مش أي حاجة، فكان الموضوع حلو قوي. يعني دي حاجة برضو بتشجع ان المرنمين او الناس كمان ان هي تيجي وتشوف وتشارك. حالة تسبيح واحد كانت لسه الباكورة بتاعت المسرح، فكل ممكن اخطاء تقنية او حاجة حصلت في واحد تلافينها في اتنين، وطبعا برضو هنتلافى اللي حصل في اتنين في تلاتة، وهكذا في اربعة وخمسة، وكل ما هنعمل حفلة تانية الحاجات اللي ممكن تكون كانت ديفو أو حاجة في الحفلة دي هتتظبط في الحفلة البعدية، فدي حاجة برضو حلوة. احنا بنشوف الحاجة اللي كانت فيها مشكلة وبنظبطها. يعني هو الحقيقة مايكل أنا كنت أعرفه من زمان، لكن يمكن ماريان أول مرة أتشارك معاها، فدي طبعا كانت حاجة حلوة قوي، ويمكن العازفين معظمهم معرفهمش، فدي برضو كانت حاجة حلوة إن إحنا نشوف ناس جديدة ونتعلم حاجات جديدة كلنا سوا. يعني بتمنى إن حالة تسبيح ثلاثة طبعا تلمس الناس قوي، ويكون الهدف واضح فيها قوي، وإن يكونوا اتنقلوا من الأهداف اللي كانت في واحد واثنين لتلاتة، إن هو نشتاق للسماء أكتر بعد ما عشنا معاه وعشرناه ربنا، يعني فنبدأ نشتاق بقى لملكوته وللسماء والعشرة معاه. فأنا حابة قوي إن ربنا يكون حاضر في وسطينا في الحفلة دي، وإنه يلمس الناس كلها، كل واحد على حسب احتياجه. أتمنى لحالات تسبيح اللي جاية كلها إن هي تجيب ثمار أكتر، والناس فعلا تتشجع إن هي تيجي وتحضر، لأن دي حاجة جديدة على كنيستنا الأرثوذكسية، ودي حاجة هتفرق قوي قوي لو اهتمينا بيها بزيادة وإديناها اهتمامها المفروض يكون. التسبيح حاجة بتلز ربنا جدا وبيتفرحوا قوي، فمن حقنا إن احنا نديلها الاهتمام الكافي ليها. يعني سعيد جدا ومبسوط بوجودي في المجموعة، وسعيد جدا بالترنيم وسط مرنمين هايلين وسط عازفين هايلين جدا جدا. أنا حضرت حالة واحد وحالة اتنين. حضرت حالة واحد مع مراتي مريم حلمي، كانت بترنم في حالة واحد، فكنت حتى باجي البروفات كتير معاها، وحضرت الحفلة طبعا، وكانت حفلة هايلة جدا، وكانت موريان جورج ومينا يسري. وحالة اتنين حضرت برضو مع أصحابي سارة معروف وليليان ومينا حليم، هم كلهم أصحابي، فطبعا بنيجي نحضر مع بعض، وهم جايين يحضروا معنا حالة تلاتة. لما انفتحت جوه في قلبي عيون النور، ملا عيني جماله وبهاء اللي كان مسطور. وانا شايف ان المسرح بعد الشكل الجديد بقى فعلا منارة ثقافية هائلة جدا، تكاد تقترب من شكل دار الأوبرا وشكل المسارح الكبيرة، ودي حاجة فعلا فرقت معانا جدا جدا بالشكل الجديد والسيت اب الجديد في كل حاجه، حتى في اجهزه الصوت، في شكل المسرح، اضاءه، كل السيت اب بتاع المسرح بصراحه مختلف جدا، وفعلا حاسين ان هو نقله ثقافيه للمسرح اللي حصل الفتره الاخيره. حالة تسبيح ثلاثة أنا كلمني دكتور جورج، قال لي أنا حابب تكوني معانا يعني ومع مايكل وميري في حالة ثلاثة. اتبسطت جدا لأنه أنا حضرت حالة واحد على سات سيفن وهي بتتزع لايف، فالموضوع عجبني وشدني جدا. حسيت أنه مش واخدين قوي على الحفلات اللي بالشكل ده في الترانيم. حالة اتنين أنا جيت حضرت لما كانت فيها سارة وليليان ومينا حليم، جيت حضرت الحالة التانية وكانت
كان الجو رائع جدا، حالة الترانيم، اختيارهم للترانيم، مذاكرتهم ومذاكرة المزيكا، كان واضح انه في مجهود معمول. يمكن مش واخدين قوي قوي على الحتة دي في حفلات الترانيم شوية، وخصوصا كمان انه حفلات الترانيم اللي بتتعمل يمكن انا واخده دايما على انها بتبقى معموله في مناسبات معينه، كريسمس، حفله للقيامه، وهكذا. لكن انها يعني دكتور جورج يقرر ان هو يعمل حالات منتظمه، دي حاجه كويسه ومطلوبه، واعتقد انه الناس محتاجه قوي تسمع ترانيم مختلفه وتسمع مزيكا مختلفه. بحس انه احنا مش جايين نخدم الناس، احنا واحنا بنصلي كلنا مع بعض قبل البروفات، واحنا بنعمل البروفات احنا بنحاول نحس كلام ربنا قوي، وحاسين ان هو بيشتغل فينا احنا في الاول. اتمنى انه ده يوصل كمان للناس جدا وتحس كلمة ربنا قوي ويفرق معاها. يعني طبعا احنا في حالة تسبيح واحد واثنين وثلاثة تقريبا قربنا للشكل البروفيشنال، من شكل المزيكا وشكل الإضاءة وشكل الستيج. أنا شاركت في حفل حالة تسبيح واحد واثنين، والحمد لله برضو بشارك معاكم في حفلة حالة تسبيح ثلاثة. بالنسبة للمسرح هنا التجهيزات كانت فوق الرائعة، الموضوع تغير تماما جدا جدا من قاعة بيخشها أي حد محتاج يعمل أي حفلة بأي شكل بأي نوع. الموضوع تحول إلى قاعة مور بروفيشنال جدا، بقت شبه الأوبرا القبطية في مصر، وهي أوريدي هي كده يعني. الموضوع تطور من اي ساوند الساوند بروفيشنال جدا، الساوند اتعمل على احلى تقنيه، السماعات ممتازه جدا، الميكسر الصوت مختلف من انالوج لديجيتال، الموضوع بقى فوق الجميل جدا والرائع. بالنسبه لحاله تسبيح ثلاثه الموضوع اختلف تماما او تغير وابتدى يعلى تدريجيا، لانه كان في الاول الموضوع تقليدي والموضوع بنستخدم امكانيات المسرح بس، لكن بنشكر ربنا انه في حاله تسبيح اثنين الموضوع تطور اكتر. في حاله تسبيح ثلاثه الموضوع بقى احلى واحلى، لانه العدد العازفين نفسهم زاد، نوع الالات وطريقه عزفهم بقت اكتر احترافيه. شارك في حالة تسبيح ثلاثة، كنت حضرت حالة تسبيح واحد واثنين وانبسطت قوي منها ومن الحالة بتاعتها، وحبيت ان انا شارك في حالة تسبيح ثلاثة والحمد لله انا شاركت معهم. شاركت في حالة تسبيح واحد واثنين، وإن شاء الله حفلة حالة تسبيح ثلاثة تكون أحسن من الأولى والتانية، وكان فيها بركة كبيرة، يعني الناس تبقى خارجة مبسوطة وتبقى مليانة بالروح القدس وتبقى قريبة من ربنا قوي. للأسف مش عايش هنا، مش عايش في مصر، أنا عايش برا، وشفت حالة واحد وحالة اثنين وعجبوني جدا على اليوتيوب يعني، وبعدين للحظة جاية اتمنيت ان انا ممكن ألعب فيها يعني، مش عارف وارد يعني. فبالصدفة نزلت أجازتي وعرفت من مايكل فايز ان هم عندهم حفلة، فقلت له خلاص انا هاجي احضر. فمايكل قال لي لو حابب احنا في مكان فاضي وعايزينك تشارك معنا. انا اول حاجة بالنسبة لي مبهجة المسرح بعد ما اتجدد، لان المسرح ده اول حاجه، اول مكان لعبت فيه مزيكا في حياتي. ثلاثه، اتمنى ان الناس تروح بحاجه من ربنا، دي اكتر حاجه، مش ان يتقال علينا شطاره ويتقال علينا مذاكرين او كل الكلام ده لا يعنينا بشيء. انا بس الناس اللي هتبقى قاعده تحت اللي جايه عشان تسمع كلمه ربنا دي ياخدوا حاجه وهم ماشيين بس البيت مش اكتر.
خدمت في حالة تسبيح واحد واثنين وفي ثلاثة إن شاء الله أقعد لغاية 100 إن شاء الله إذا كان لي عمر. بحب حالة تسبيح جدا عشان بيبقى فيها مستوى فني عالي فعلا، وبيساعد قوي لكل المغنمين إن هم يأدوا بأداء حلو جدا ويخدموا ربنا. أنا اسمي سارة صابر، أنا خريجة تربية فنية، كنت بدرس أرت ثيرابي وعلاج بالفنون التشكيلية، كنت بعمل ماجستير علم نفس. فكرة المعرض إن هي بتتكلم على انطلاقة ليها علاقة بالنفسية أكتر، بالروح، انطلاق الروح. الألوان كلها بتتكلم عن إزاي إن احنا نعبر عن الحياة، وكل دوت جوه اللوحة هنلاقيه في كذا لوحة. في لوحة بتاعت اللوحة اللي هي فيه بنوتة كبيرة قوي بتبص على مركبة متنورة بنور شمعة، فيها بعد نفسي اللي هو زي نور شمعة صغيرة بينور على مركبة وعلى حجمها، يعني اللعبة كلها في النسب والأبعاد. برضو ده ليه مدلول نفسي وليه دعوة برضو بموضوع الانطلاق. يعني في كذا لوحة بتتكلم على موضوع الانطلاق. ده تالت معرض فن تشكيلي معمول في الأمبر ويس. أول معرض هيبقى مع حالة تسبيح. هدف فكرة المعرض، ليه المعرض مع حالة التسبيح؟ إن فكرة إن إحنا بنعمل حالة نفسية فنية زي ما هيسمعوا جوه الناس ترانيم حلوة، هيحسوا بروح حلوة. برضو اللوحة هتتكلم عن كده، يعني برضو يبقى زي ما تبقى حالة سمعية تبقى حالة بصرية، هيشوفوا برضو لوحة حلوة. عملت ثلاث معارض، ده ثالث معرض بالنسبة لي. المعرض ده مميز جدا مختلف علشان هو في حالة تسبيح، دي ترانيم مع المعرض الرسومات اللي بره. المعرض الرسومات بيتكلم على الانطلاق، هو عنوانه الانطلاق. بس كل لوحة لها روح معين مختلف عن التاني، بالنسبة للألوان، بالنسبة للشكل، بالنسبة لبطلة الرسمة أو البطل بتاع الرسمة، على حسب الاختلاف الرسم، بس كلهم فيهم انطلاق. فإحنا المعرض بندخل الأول المسرح بنلاقي الرسومات بتتكلم عن الانطلاق، بتتكلم عن التحدي. زي مثلا في لوحة بنت بتطلع على صخور تحتها بحر، البنت ديت لو وقعت طبعا البحر والصخور هيموتوها او هيدمروها، بس هي عندها اصرار ان هي توصل للبوينت اللي هي عايزه توصلها. Thank you.
الكتاب المقدس بيكلمنا عن التسبيح 62 مرة تذكر كلمة التسبيح في الكتاب المقدس، وفي منهم 43 مرة في المزامير ابتدوا بوصية التسبيح زي سبحوا الرب سبحوا الله في المزامير 150 و148. ربنا قال هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيحي. تكرار التسبيح وتكرار كلمة التسبيح كتير في الكتاب المقدس بيورينا إن الموضوع ده مهم جدا وليه أهمية خاصة عند ربنا، وإن ربنا بيتلذذ وبيحب التسبيح. يمكن كسر وصية التسبيح أو عدم التسبيح، يعني أنا شخصيا بعتبرها مش مجرد كسر وصية عادية، هي كسر وصية مهمة جدا، لأن التكرار الكتير اللي كتب في الكتاب المقدس بيدل على أهمية التسبيح. وكمان في رسالة عبرانيين إصحاح 13 آية 15 كتاب بيقول فلنقدم له في كل حين ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاء معترفة باسمه. الكتاب المقدس وصف التسبيح بأنه ذبيحة، بأنه تقدمة. خلينا كلنا نقدم لربنا النهاردة مع بعض ذبيحة وتقدمة. للأمواج سكن كلمته بتسعى
نفسي مش وحيدة، جنبي ايده الطيبة، وحده هو اللي يطمن، وحده للأمواج يسكن، وحده هو اللي يطمن، وحده للأمواج يسكن، كلمته بتذيع وتعلن إنه حامي المركبة، إنه حامي المركبة. يا بخته اللي يبقى بيرنم وهو مطمن قوي كده انه حامي المركبه. لكن خلونا ننزل على الارض شويه ونبقى واقعيين. احيانا الحياه بتبقى ناشفه قوي، احيانا بنكرر نفس الحاجات ونعيش تقريبا نفس الايام ونقابل نفس الناس ونبقى طول الوقت حاسين انه في حاجه ناقصه احنا عارفينها، في حاجة وحشتنا كنا بنعملها زمان، في عشرة حقيقية مرة جربناها لكن ما بقتش موجودة. لكل اللي بيعدوا بالحالة دي، لأنه كلنا بنعدي بالحالة دي، من وقت للتاني بنقول كلمات المزمور: ألا تعودوا أنت فتحيينا فيفرح بك شعبك. الحل الوحيد للحياة الناشفة الكئيبة شوية اللي مش فرحانة إنه يعود فيحيينا. عشان كده هنسبح مع بعض دلوقتي ونقول له: صحي فينا الأشواق، تعالى وحينا. Thank you.
ثابت فيك، صحي فيا الأشواق من جديد، صحي فيا الأشواق من جديد.
Yeah.
الساعة اقتضاء
من أجل بيوت مقفولة على دموع وأهات، من أجل نفوس بتئن في تعفف من الغلا والمرض والجوع، من أجل أحلامنا بشوارع أمان تحضن الأحلام ما تقتلهاش، من أجل بيوت يعبد فيها اسم الله ويخرج منها نوره للعالم، من أجل زرعنا وماءنا وهوائنا، من أجل أطفال تضحك وشباب تحلم، من أجل قادة تكون إيد الله على قلوبهم، من أجل بلادنا بنصلي. من جفاف يا نبي عن مهر، احفظها.
بيوتك في بلدنا وملك عليها يا سيدنا واحفظ بلدنا وأولادنا احفظ بلادنا يا رب احفظ بيوتك في بلدنا وملك عليها يا سيدنا واحفظ بلدنا وأولادنا احفظ بلادنا يا رب مجدك يعود ليها يشفي أراضيها ومذبحك فيها يحفظ بلادنا يا رب مجدك يعود ليها يشفي أراضيها ومذبحك فيها يحفظ بلادنا
البشرية ولا اتخالي الدنيا. أرضعتي رب البرية، تباقي يا مريم، تباقي تباقي يا مريم، تباقي. اطلبي واشفعي في يا مريم، حملتي
دايما أناجيكي يا أم النصرة. يا سلام يا سلام يا سلام على عذراء. طلبت إني من صغر سني أمدح وأغني في ست العذراء. يا سلام يا سلام يا سلام على عذراء. يا سلام على عذراء روايح عذراء. يا سلام تعيشوا وتسبحوا. انا عشان اسيبكم تسقفوا لهم براحتكم. تعيشوا وتسبحوا. انا عايزه اخلص عشان اسيبكم تسقفوا لهم فعلا، لانه انا متباركه قوي ان انا النهارده بشارك في الخدمه دي مع الناس الحلوه دي. اسمحوا لي بس اقول سر ما حدش قاله لي فيهم وملاحظه انا بس حسيتها، انه كل واحد من الواقفين قدامكم النهارده عنده مشكله خاصه، يعني عنده حد قلبه مخلوع عليه، عنده حد غالي، عنده عيان، عنده موضوع كبير، لكن جم النهارده وجم قبل النهارده كتير، يعني بيتدربوا وملتزمين، والموضوع بالنسبه لهم حقيقي. التسبيح مش هوايه، مش لانهم موهوبين وفنانين، التسبيح اتجاه قلب وقرار. عشان كده انا عايزه اقول لهم انا اتعلمت منهم النهارده ده. عايزه اشكر المرنمين الرائعين ماريان اسكندر، وماري جورج، والموهوب مايكل فايز، وعايزة أشكر الأوركسترا الرائعة. أنا ما بقيتش أسمي الكنيسة بتقدم مسرح عادي، إنما أوركسترا يعني. كيبورد مينا رسمي وأكرم عاطف، والكمان ماجد عريان، جورج توفيق، العود جرج الصبحي، والقانون ناصف نظمي، والناي مراد يوسف، والسبانيش جيتار فادي ماجد، وبيز جيتار موريس إميل، وبركشن مش عارفه بقولها صح ولا غلط مايكل عبد الله، درامز فادي تواب، وفي شكر خاص كده لدكتور هاني ميلاد اللي تعب مع كل الفريق في الاستعدادات، اشكرك. وما ننساش نشكر اصحاب الرؤيه، لأن وجودنا هنا رؤية، ورؤية شخص طول عمره ما بيحبنيش برضه أقول اسمه، بس أنا لازم أدبسه النهاردة، دكتور جورج بشرى، المايسترو جورج بشرى.
عيشوا تسبحوا. وشكرا لكل مشاهدي قناة الحرية وقناة سيد سبعة اللي بيتابعونا على الهواء مباشرة. شكر لكل الحضور اللي بيشاركوا كل مرة حالة التسبيح. اسمحوا لي نشكر قبل ما نقفل، نشكر دكتورة دينا على محبتها وعلى التزامها بتيجي تحضر معانا ودايما ما بتتأخرش عننا. شكرا يا دينا.